انا ابنك وانا ممكن بعد لحظه تفقدني، وانت مالكش سند ولا عون ولا اي حاجه في الدنيا دي غيري، فايه رايك في هذه الحاله وفي هذا الموقف، هتعملي ايه؟ فقالت له: يا ولدي امضي على ما مضى عليه اصحابك، انت كان عندك مبدا ومشيت عليه واصحابك ماتوا على هذا المبدا، اوعى تتراجع خطوه واحده بس في هذه اللحظه، فيبقى انت خنت اصحابك وخنت مبادئك وخنت قيمك في هذه اللحظه. فقال: يا امي انهم يقتلوني، يعني الموضوع ما فيهوش هزار، ده في لحظه واحده هيقتلوني. فقالت له: يا ولدي لضربه بسيف في عز خير من ضربه بصوت في ذل. الله، يعني خلي بالك، مت عزيزا، اياك تتذلل، اياك تتراجع، اياك تتخلى عن مبادئك، انت مسلم يجب تعتز باسلامك وبقيمك وبمبادئك. فقال لها: يا امي انهم ان قتلوني يصلبوني، ده بس مش هيقتلوني وبس، ده هيعلقوني في المدينه كده والناس تتفرج عليا رايحه جايه، او في مكه رايحه جايه. فقالت له: يا ولدي لا يضر الشاة ان تسلخ بعد ان تذبح، انت لما هتروح تقابل ربنا سبحانه وتعالى وتبقى شهيد مش فارق معاك بقى هيصلبوك ولا ما يصلبوكش، يدفنوك دلوقتي ولا ما يدفنوكش، المهم ان انت تبقى راجل ومتربي على المبادئ اللي هي اتعلمتها من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبيها أبي بكر،